يعني حب للبلاد وحب الوطن، وانتم تدوروا بمصلحه البلاد، اخرجوا انا وياكم على المسمري، وانتم يا الناشطين والاعلامي ذي بيضحكوا بتقلقلوا، ودوا صور جرائم الحوثي في تعز وفي غيرها، وانا اعمل مع صورنا وياكم ونخرج نسمع بالحوثي امه لا اله الا الله، ايش المانع؟ ما يشتوش، يشتوا يدخلوا بحسابات وهميه وبق بق 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 في الفيسبوك يحرضوا الناس، لما نقول لهم تعالوا نظهر جرائم الحوثي ويهربوا، ما يشتوش يظهروا في الصوره، ما يشتوش يظهروا في الصوره. كلام كلهم القائمه على معرة سميه الرميم، سميه الرميم من انبل واشرف وانزه النساء اليمنيات، وكل نساء اليمن الشريفات وعفيفات ونزيهات، شقالة ظل ونهار من اجل بلدها ومن اجل قرار الحظر حق ترامب وايقاف الحرب في اليمن ودعم الابرياء، يعني واقفه مع الابرياء مع المساكين ضد الحرب من الداخل والخارج. قلنا لكم ما المعرض ما بنعرض شيء في صور لا يعني حسين الحوثي ولا عبد الملك ولا الصماد، ان نعرض لكم صور اطفال، صور اطفال. اذا انت مرتزق اذا وقفت ضدنا ان احنا نظهر صور اطفال رضع ونساء وامهات واباء وجسور، وانت رافض ان احنا نظهر للعالم هذا الجرائم اللي ارتكبتها التحالف، فانتم شركاء في هذا الجريمه. ولو انتم نزهاء وانتم شرفاء وانتم ابطال وانتم كرماء، اتحداهم دي بيتبلبلوا كلهم في الفيسبوك على المعرض اللي باقيم هنا غدا انهم يخرجوا مع المسمري في معرض صور. تحدوهم اي واحد ينشر ضد المعرض اللي بعمله قدوه، قولوا له المسمري موافق، هات يدك وخرج انت المسمري ونعمل معرض صور ضد جلائم الحوثي نسمع بهم لا اله الا الله. اتحداهم، مش جاهلين ولا هم راضي. ليش؟ يشتيبك بقول في الفيسبوك ويعملوا صفحات يعني باسماء اخرى يبلبلوا، فجيعه من الحوثي وفجيعه علشان الزلط اللي بتحصلهم من الامم المتحده ومنظمات الحقوقيه. انا معكم، الدهات والصور حق الحوثي وانا اخرج انا وياكم. اما يا مسمري اعمل صور نفس المكلع، انا بعمل صور ضد السعوديه لانها مجرمه حقيقيه قتلت مئات الالاف من اليمنيين واستبدت واركت الحرث والنص، ومن ضمنهم اخي الكبير استشهد واكثر من 20 من انسابي واقاربي في قصف العرس في سنبان. هذا اولا. ثانيا يا طويل الاعمار والسلامه، عن نتكلم في هذا المعرض بما ان احنا استغلينا وجود والدعوه من البدايه كانت ضد اطراف الصراع، بقى نطالب فتح مطار صنعاء الدولي، بقى نطالب يعني بايقاف الحرب الداخليه والخارجيه، بقى نطالب بمحاكمه جميع اطراف الصراع اللي تلطخت اياديهم بدماء اليمنيين، بقى نطالب برفع الحظر عن اليمن من القائمه حق قرار ترامب العنصري. هذه المطالب دي بقى نتكلم فيها، ايقاف الحرب في اليمن، عن نطالب فتح مطار صنعاء الدولي وتسليم الامم المتحده اللي يشرف عليه، بقى نطالب ايضا غدا ونتكلم على الحرب وكيف اثرت الحرب في المغترب اليمني في السعوديه في الخليج في العالم، وكيف اثرت فينا هنا في امريكا، وكيف منعت انا ان انا اجيب زوجتي واولادي، وكيف صاحبي امتنع انه يجيب امه، وكيف اخي امتنع انه يجيب زوجته. هذه المطالب ما يشتونا نتكلم عليها، ليش؟ لانهم يحصلون من منظمه حقوقيه صارت درها من الامم المتحده. ولا ايش مصلحتك انت انك تقف ضدي انا وانا لي ثلاثة شهور وانا اشتغل الونهار انا والاخت سميه الرميم للونهار شقالين. ما بشوف صورنا عيوننا حمر بدون نوم، الناس كلها عيدت، واقسم بالله ان انا عيدت داخل البيت وحدي، تارك اهلي يعني في البلاد واهلي واخوتي وباقي الاهل هنا في ولايه ميشيغان، ومعيد في نيويورك وحدي علشان معرض الصور. شحبنا واحنا نمشي من دكان لدكان ومن محل لمحل نقول للناس اخرجوا. ايش مصلحتي انا المسمري؟ ايش مصلحتي انا لما اخرج اطالب في يعني فتح مطار صنعاء من اجلكم انتم؟ ايش مصلحتي لما اخرج اطالب برفع الحظر يعني العنصري اللي اصدره ترامب؟ لمصلحتكم. ايش انا مصلحتي انا لما اخرج اطالب بايقاف الحرب الداخليه والخارجيه؟ لمصلحتكم. ايش مصلحتي انا لما اخرج اطالب فتح مطار صنعاء؟ لمصلحتكم. ايش معي انا؟ لا انا رئيس منظمه ولا انا سفير ولا انا يعني معين من الحوثيين ولا انا معين من الشرعيه. ايش معي مصلحه انا منكم؟ ضمير، ضميري يأنبني وضمير يوجعني، ما اقدرش اسكت. اقسم بجلال الله وهذا سم المسمري، ما اعرف لا من منظمه ولا من قطر ريال، واقسم بجلال الله كما اسلفت لكم ان نص حق الصاله الايجار ما قد اندفع، عادوا دين تبرعوا لنا ناس اليوم من كالهونيا بالنص، اتصلوا لي قلنا ناقص علينا زلط حق الصاله، قالوا تبرعنا لك، وقالوا استلمنا من قطر
واستلمنا حرام وطلق، لا ادتنا قطر الريال ولا ادتنا ايران الريال، وهي نحن دوله احنا وياه تجي الدوله المسمار يدي لها في دوله الخزو. التقرير والكذب على الناس عيب. انت ضد الحوثي على عيني وعلى راسي، انا احترمك، انا لا احرض على دمك ولا اقول لك انت مرتزق ولا انت بيع عرض ولا انت بيع شرف. هات لي صور جرائم الحوثي بحق بنات عز وانا راسي جنب راسك، واخرج اسمع بالحوثي امه لا اله الا الله. انا وانت اذا انت شريف وانت نزيه وبطنك فاضيه وما بيش معك زرد من الامم المتحده ولا من السعوديه ولا من السفارات ولا من غيره، اخرج انت والمسمري ونعمل مع الصور ونطالب من التبرعات ونفتح مع الصور ونطرح جرائم الحوثي امام الامم المتحده. لكن مش مجاهلين، اتحداهم يخرجوا معي، اتحداهم يخرجوا معي. انا مش مع الحوثي، انا ضد الحوثي وما ارتكب الحوثي من جرائم في اليمن. وفعلا الحوثي ارتكب جرائم في اليمن، في صنعاء، في البيضاء، في تعز. لكن هذا المبقبقين اصحاب بعض الناشطين في الفيسبوك مش راضين يخرجوه لانهم بيستلموا زلط، ناس من قطر وناس من منظمات وناس من جده سعيده وناس من السعوديه، اتحداهم يخرجوا معي. قلت لكم مالك مع الحوثي، يروح الحوثي في ستة حريقه يحكم ولا لا حكم. لا انا بعترف بسيد ولا بعترف برئيس، انا رئيس نفسي وابي سيدي وانا سيد اولادي. هذا اللي احب اقول لكم فيه، ما ابي سيد على سيد. انا مؤمن ان هناك عدوان على بلدي، وان هناك جرائم، وان هناك انتهاكات، وان هناك قصف من السعوديه والامارات، اذا انا ضد هذا الجرائم. انا ما انا في المجلس السياسي حق الحوثيين، ولا انا ما انا معين من قبل الحوثيين. مش معين من قبلهم، انا اتكلم باسم محمد عبد الله المسمري من اليمن. ليس لي مصلحه من حوثي ولا معي مصلحه من قطر ولا معي مصلحه من روح انت وقطر في 6000 داهيه. ذي بطنه فاضيه بيتكلم وراسه رافع للسماء. المعرض بكره يتكلم على فتح المطار، على رفع الحظر على اليمن، على كيف اثرت الحرب على المغترب اليمني في امريكا، على ايقاف تسريح السعوديه والامارات من قبل امريكا. كيف تقول لي انت الان تسب السعوديه ليل ونهار وانت عارف ان السعوديه دعست الشرعيه وان السعوديه والامارات دخلت الحوثي الى صنعاء واخرجت الشرعيه والان انقلبوا على الشرعيه فينا في عدن، وتوقف لي مع محمد بن سلمان واقف ضد المسمري ليش يعمل مع رصور؟ فيكم نزقات طائفيه عنصريه. السعوديه دعس ابتكم دعس، هاي طردتكم من الجنوب وسلمت الجنوب الانتقالي واستلم الحوثي الشمال، يعني رغم عن انوفكم وبرضه السعوديه والامارات، فكيف تشتوكم يعني الناس يعرفوا العالم ان السعوديه بتسمع بكم امه لا اله الا الله؟ الخبر وما فيه. غدا لو علم ثانيا رساله اخيره قبل ما وقدر اشحج، اليوم جزعت على 50 دكان يمنيه ندعيهم لحضور الفعاليه بكره. اختم بهذا المقطع واتمنى ان توصلوه يعني للاخوه المشككين والمحرضين. ذي بيحضر غدوه ما يقارب 13 عضو من اعضاء الكونغرس الامريكي ومن اعضاء مجلس الشيوخ، ومعنا قناه الجزيره العربي والانجليزي والمباشر، معنا قناه الحره، معنا قناه الميادين، معنا قناه العربي، معنا قناه روسيا اليوم، معنا قناه امريكيه 5 قنوات، معنا صحيفه نيويورك تايمز، معنا صحيفه واشنطن بوست اكبر صحيفه في العالم. بالله عليكم هذول السياسيين اعضاء الكونغرس لو كانت الفعاليه قدوه غدا الفعاليه يعني مسيسة أو مع الحوثي بيحضروا أعضاء الكونغرس، أعضاء الكونغرس دي حاكمين العالم، لو كانوا عارفين أن هذا المظاهرة أو الفعالية مدعومة من قبل الحوثي ولا أن الحوثي مشرفين عليها والله ما يحضر واحد. على ما تكذبوا عليكم، أنا من أشرف على الفعالية، أنا والأخ سمير ميم، وإحنا من تعبنا وإنا شهر ونص، الدعم كله من الناس. صاحب دكان يدي 500 وصاحب دكان يدي 1000، واحد تبرعنا بصور، واحد تبرعنا بالشاشة، واحد تبرعنا بحق القاعة، نص حق القاعة، والنص الباقي يدوه اليوم من كاليفورنيا. الأخوة في منظمة الأيادي النقية، على لمهم والله ما يدوا ريال. أيادي الكرم وجمعية التجار، أدوا باقي حق القاعة. واحد تبرعنا بالدي جي، واحد تبرعنا بالمصورين، كلها تبرعات ومجهودة شخصية. بطن المسمري فاضية. والله لو تعصطوا الدنيا عصيط ما تقدروا تمسكوا على المسمري هكذا. لكن انا ما الومكم شيء. يعني شفتوا مرتزقه، شفتوا بياعين، شفتوا خونه، شفتوا صحفيين سرق، شفتوا سياسيين لصوص لهذا او يعني واعلاميين يعني اصحاب كل يعني واصحاب مصالح منتفعه، فالان اي واحد يطلع يتكلم قد بتشوفوا انه خان وانه بياع، انا ما الومكم شيء وعلى عيني وعلى راسي. انت قاتلتكم هنا، انتم بالنسبه للمسمري المرايه،
أرى فين أرى من نفسي أنا من خلالكم الصح والخطأ. لكن أي إنسان هنا في أمريكا وفي كاليفورنيا يقول يا مسمري أنت مع الحوثي وليش ما تنشر جرائم الحوثي، أقول له من هنا إذا أنت رجال وأنت كف وأنت نشمي، هات صور الجرائم حق الحوثيين والمسمري يتكفل، أنا أزعل كل دكان أدقدق عليهم يتبرعوا بقيمة الصالة، يتبرعوا بقيمة الصالة ونظهر جرائم الحوثي للعالم كله. لن تو ريال لكن بق 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 في الفيسبوك وحركات وتعمل لك يعني فيسبوك باسم أمينة وفيسبوك باسم سارة وفيسبوك باسم حسن، ودخلت سب المسمري وتطعن فيه علشان ما تظهر شي اسمك، علشان لا يسحبوا عليك الزلط من الأمم المتحدة ومن قطر والسعودية. هذا على غيري، هاتوا لي جرائم الحوثي وانا انشرها، هاتوا انتوا رجال هاتوا جرائم الحوثي علشان تعرفون كذابين. تعز انا اول شاعر يمني جاب قصيدة على تعز ومدحت تعز بثنتين قصايد، الاولى بلغوا الحوثي وعفاش وهادي، والثانية عنوانها من فوق راسية تعز. اول من تضامن مع تعز انا، وانا من يسوق على تعز، وانا من شهب على تعز، وانا من ناشط، وانا من خرج طالب برفع الحصار عن تعز المسمري في وقت ان هذول كلهم كانوا مرتميين في ابواب السفاره السعوديه هنا في واشنطن، في ابواب السفاره السعوديه يشحتوا من ابن يعني من سلمان يشحتوا، كان المسمري واقف مع تعز ومع البيضاء مع كل هذا الشيء. لكن الان انا ضد السعوديه وانا ضد جرائمها وساظل ضد السعوديه ما بقت السماوات والارض. السعودية دولة عدوان، والسعودية معتدية، والسعودية مجرمة، والسعودية قاتلة، أقولها يحشوها بحجر. هذا هو موقف المسمري وهذا هو كلامي، ولا جاكم شر. الأخوة الموجودين في أمريكا بكرة تعالوا حضروا، لا عيدي كلمة واحد ولا به مشرف ولا حدا، كل المتكلمين في القاعة أمريكيين، أعضاء منظمة حقوقية وأعضاء كونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ والقضاة بالمحاكم العليا، كلهم دي بيتكلموا بكرة في المعرض، لا بحوثي ولا عيجي حسين العزي ولا عيجي محمد علي الحوثي ولا عيجي محمد البخيتي دي كلمة، كلهم انتم مع الوطن هاتوا جرائم الحوثي وانا ظاهرها. اما طرق 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 هذا على غيري. هذا ما عندي، وحبيت اوصل الرسالة واعلموا حق العلم عن معذرنا رفع صوتي عليكم ما. وكررتها على الأخ محمد دخل اليوم، محمد علاو صاحبنا ومنا وفينا، يا أخ محمد علاو أصحابك المحرضين وأصحابك الفتانين وأصحابك المنافقين قل لهم إذا كانوا فعلا مع الوطن والمواطن وضد الحوثي يأتوني بجرائم الحوثي وبصور جرائم الحوثي، وأنا أعمل مع الصور في منهاتن ضد الحوثي وأسمع بها أمة لا إله إلا الله. أما بالفيسبوك هذا غير مقبول. الجماعة ما يشتون مسمر يشتغل على الأرض، يشتون نظلين دور لايكات. وأكثر الناس ذي ينتقدوني الآن في الفيسبوك ذي يعرفهم ما، والله يا جماعة والله وبالله وتالله أنه ما اتصلوا لي اتصال، يا مسمري نشتي نحضر لكن نديك كلمة. قلت لهم نو. يا مسمري نشتي نحضر لكن نكون من اللجنة التحضيرية. قلت لهم نو ما عبيش. والآن تروحوا يتكلموا على المسمري، المسمري مع قطر، المسمري مع إيران. ليش؟ لأننا رفضت أنهم يجيبوا كلمة في المعرض، لأنه من أنت؟ لا معك شهادة ولا أنت متكلم ولا أنت رئيس منظمة ولا أنت حقوقي ولا أنت ناشط، وش يطلع دي كلمة علشان مرتك تقول ما شاء الله على زوجي؟ على من يضحكوا؟ ما تقعد معك شهادة، معك لسان وتعرف تكلم ومعك وطنية، وانت نيتك الله ثم الوطن ثم الشعب، بعدها تطلع تكلم على عين مسمري وراسه. لكن علشان يقولوا ما شاء الله على فلان نقطلع، هذا دولك بقرة الحسوك. Thank you very much.